الحقيقه ان كوادر جديده بالنسبه للمحاضرين، ونعمل كوادر جديده وضخ دماء جديده للتحكيم المصري. الجهود هتتطلب ان احنا كلنا يعني هتتطلب ان احنا نحترم بعض ونحب بعض، وذلك ناقص الفتره اللي فاتت الحقيقه. وربنا يكون القادم. كابتن عصام، يعني تشكيله كانها لجنه فنيه، لجنه اداريه، لجنه شؤون حكام، يعني قول لنا التصور ازاي؟ يعني قبل ما اقول لك التصور يا كابتن سيف، انا هقول لك يمكن الفترات اللي فاتت والسنوات الماضيه كانت اللجنه بتهتم دايما بالشق فقط، واتضح لهم بيهملوا الشق الفني، لان الشق الاداري محتاج شغل كبير جدا. فقلنا ان احنا نحاول نظام الفيفا ان احنا يبقى عندنا قسم اداري وقسم فني، يعني حتى المهمات ما تضيعش او المهمه ما تضيعش ما بينهم. فيعني قررنا ان يكون في لجنه فنيه بيقودها الكابتن ادهم عبد العظيم ومعاه الكابتن محمد توفيق والكابتن عزب حكاك، ولجنه فنيه هيكون موجود معانا الكابتن احمد الشناوي والكابتن وجيه احمد، ولسه هيكملوا تشكيلها. يعني هيكون باقي في اثنين كمان هيتم اختيارهم ان شاء الله قريب جدا، وهيعرضوا على مجلس الاداره. يعني نتمنى ان القادم يكون افضل، نتمنى ان الحكام نفسهم يعود لهم الحب والاحترام والانضباط، لان الفتره اللي فاتت الحقيقه شفنا اللي حصل في السعوديه، واعتقد كان مؤشر خطير جدا على ما وصل اليه التحكيم المصري. ويمكن النهارده كمان الشؤون القانونيه في الاتحاد المصري اظهرت نتائج التحقيق ايضا باللي حصل دوت، وكل واحد تسبب في هذه الحقيقه. كابتن عصام، ممكن تقول لنا العقوبات بتاعت الحكام بتاعت اللي هي مهزله السعوديه دي اخذوا قد ايه؟ يعني واقفه قد ايه؟ والله بص، يعني انا شايف ان كان اللجنه القانونيه والمستشار القانوني التحليل الحقيقه كان محترم جدا، كان عادل جدا. في ناس العقوبات تراوحت ما بين سنه ايقاف وسته اشهر وثلاث شهور، مع ان يعني ويمكن العقوبات دي تعتبر عقوبات مخففه لما رات اليه اللجنه القانونيه او المستشار القانوني، لان الحقيقه كان توجيه اللوم للجنه الحكام القابضه الحقيقه، لان هي يعني هو قال في في في, في تقريره او في مذكرته ان اللي وصل الامور لكده كان اللجنه ليها دور، كانت ممكن تاجل الاختبار، كانت ممكن تعمله في مكان اخر، لان التراشق بالالفاظ واللي احنا شفناه ده حصل قبلها. والله يا كابتن عصام، يعني الحقيقه موقف كان صعب جدا، وكان يعني عقوبات طبعا مخففه ثلاث شهور وسنه في موقف زي كده. الحكام اللي هم المفروض قضاة الملاعب، المفروض اللي بيمسكوا الملعب، بيتخانقوا مع بعض وبيشدوا الحزمه وبيطلعوا على بعض طبنجات.